وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الحياة مع حنان عواد. والحياة دلوقتي بقت صاخبة جدا جدا جدا، وناس كتير قوي بتشتكي من التوتر والإجهاد العصبي. ويمكن من 2004 كنت ابتديت اهتم جدا بموضوع الاسترس، لما ابتديت ادرس في الليدرشيب وفي الاورجانيزيشنال ديفلوبمنت، تطوير المؤسسي، وتطرقنا في الدراسة لمفهوم الورك لايف بالانس او التوازن ما بين العمل والحياة، وتطرقنا لمفهوم البيرن اوت اللي هو ان الناس بتتحرق نتيجة ضغوط العمل. وطبعا في الوقت ده ما كانش مشهور قوي الكونسبت دي في عالمنا العربي، لكن دلوقتي خاصة بعد ما الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية أعلنت الـ Work Burnt Out نوع من أنواع الأمراض والمتلازمات اللي ابتدت تظهر وتنتشر جدا جدا. طبعا في حياتي الخاصة، لأن طبعا أنا امرأة عاملة، زوجة، أم، في ضغوط، في مشاكل، ابتديت أحس بالتوتر والإجهاد العصبي، وابتديت أقرأ وأدرس أكتر وأكتر على تأثير التوتر والإجهاد العصبي على حياتنا، على صحتنا، سواء صحتنا الجسدية، صحتنا النفسية، صحتنا العقلية. من ضمن الحاجات اللي لقيتها أثناء البحث اللي هو عاملين scale for stress، أو من ضمن الحاجات اللي شفتها وأنا بدرس على موضوع الاسترس، هو ازاي ان العلماء حاولوا ان هم يكوانتيفاي الاسترس، او ان هم يقيموا الاسترس ويقيسوه. طبعا الاسترس كواليتاتيف، يعني خاصية، يعني صعب ان احنا نحط لها مقياس ولا نقيسها ولا بالكيلو ولا بالمتر، ولكن العلماء عندهم اساليب وطرق انهم يقيسوا الحاجات اللي صعب قياسها. عادة بتكون بالمقارنة، وعادة بتبقى نتيجة سيرفيز كتيرة قوي واستبيانات رأي كتيرة قوي. ومن يعني الـ Institute of Stress، يعني حتى دلوقتي بقى في جمعية متخصصة في الاسترس، ويعني بينضم إليها كل الناس اللي مهتمين بالموضوع دو، عاملين مقياس واختبار تقدر تقيم بمقدار الإجهاد العصبي اللي موجود في حياتك. النهاردة لفت نظري يعني حاجة، إن مقيمين الأحداث اللي بتمر بحياتنا في قائمة طويلة من فوق 40 حدث بيحصلوا في حياتنا، وكل حدث له وزن على مقياس الاسترس. العشرة الاولانيين لفتوا نظري جدا جدا جدا. اول حاجة اللي هو وفاة شريك الحياة، ده اعلى ليفل في الاسترس، في اللي هي يعني احداث الحياة المؤثرة جدا جدا، ده بيزود الاسترس بنقطة، بمئة نقطة. تحت منه الطلاق بيزود الاسترس بثلاثة وسبعين نقطة. تحت منه رقم 3 المشاكل اللي بين الزوجين او الانفصال بدون طلاق، 65 نقطة. رقم 4 الحبس في السجن. رقم 5 وفاة فرد من افراد الاسرة قريب. رقم 6 هو الاصابة الشديدة، وداخل معاها كمان وجود حدوث نوع من انواع الاعاقة. رقم 7 الزواج. الزواج بيزود الاسترس في حياة الانسان بخمسين نقطة، 50%. رقم 8 ان الواحد يفقد شغله. رقم 9 مشاكل مع شريك الحياة. ورقم 10 التقاعد. يعني العشر احداث اللي هي على رأس القائمة، اللي السكيل بتاعها بيتراوح من 45 نقطة لمئة نقطة، في أكتر من حدث متعلقين بالجواز وبالحياة الأسرية. وده يخلينا نفكر قد إيه فعلا فعلا عدم اهتمامنا
بحياتنا الأسرية ممكن يلخبط كل حاجة تانية حتى ولو كانت مش متعلقة بحياتنا الأسرية. وفاة شريك الحياة، الطلاق، الانفصال عن شريك الحياة، ايه تاني؟ الزواج نفسه، حدث الزواج نفسه والمشاكل بين الزوجين. يعني 5 أحداث من أول 10 أحداث في الحياة على رأس القائمة بتسبب ستريس في حياتنا أو إجهاد عصبي. وده يخلينا نفكر ان الناس اللي مقبلة على الزواج، مش ان هما بقى يقولوا لا ده الجواز بيعمل ستريس ما نتجوزش، لا، نغير الطريقة اللي بنفكر فيها بيها في موضوع الزواج. دايما نقول الزواج استقرار. هو الزواج له استقرار ولا عدم استقرار؟ الزواج مرحلة جديدة في حياتنا، فلازم نهيئ نفسنا ليها. الجواز مش الفرح ولا الفستان الابيض، ومش اغنية ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة، مش هو كده خالص. ده حدث كبير ومرحلة كبيرة لازم نكون مستعدين ومهيئين نفسيا ليها. لما نستعد ونهيئ نفسيا ليها، الجواز مش هيكون مصدر اجهاد عصبي لينا، لان احنا هنكون على استطاعة ان احنا نرتب ونظبط حياتنا، وان احنا نبحر في المية المتقلبة دي بهدوء وبسلاسة. طبعا الليفل اللي بعد كده اللي هو المشاكل اللي بين الزوجين. وللأسف احنا في عالمنا العربي بنعمل ايه احيانا في المشاكل؟ بنكنسها تحت السجادة. يعني بدل ما ننظف ونظبط ونشوف العلاقة اللي بين الزوجين وايه المشاكل اللي فيها، بنقعد فترة طويلة جدا نتغاضى عن هذه المشاكل وما بنحلهاش، او اذا حلناها ما بيبقاش ان احنا بنحلها مع بعض، وبيبقى فيه هجوم وصدام ومواجهة. وللأسف مفيش عندنا الاقارب المهيئين. يعني حتى عندنا في الاسلام يقولك ايه، حكم من اهله وحكم من اهلها. ما عندناش في اسرنا الاشخاص اللي هي بقت اللي هي الحكيمة، اللي تقدر تخاطب الزوج والزوجة بحيث انهم يقربوا تاني من بعض. والاحداث التانية يمكن متعلقة برضو بشكل او باخر برضو بالجواز. يعني مثلا الحمل بيزود الاسترس 40 نقطة، المشاكل في العلاقة الحميمة بين الزوجين بتزود الاسترس 39 نقطة. يعني برضو ستيل مشاكل متعلقة او احداث متعلقة بالحدث الاكبر اللي هو الزواج، سواء مشاكل في الزواج، سواء مشاكل بين الزوجين، سواء ما ينتج عن الزواج زي الحمل والولادة، وبعد كده الخلافات بين الزوجين لما نصل بقى لا قدر الله لموضوع الطلاق. علشان كده يمكن دي يمكن يعني دعوة مني للبنات وللسيدات، قيمي دورك في حياة جوزك. هل انت بتزودي العبء والاسترس عليه، ولا بتساعديه وتعينيه على التعامل مع مشاكل وضغوط الحياة؟ لان مثلا من ضمن الحاجات مثلا اللي بتسبب استرس عالي، ان يبقى في مشاكل في البيزنس او مشاكل في الوظيفة. دي برضو من ضمن الاحداث اللي اعتبروها من الميجور لايف ايفنتس او الاحداث الجسيمة الكبيرة في حياة الشخص مننا. كمان ان مثلا يكون في دين. عشان كده حتى يعني الكلمة المشهورة لسيدنا علي يقول الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. يعني الكسرة اللي بتيجي مع الدين فده بيزود الاسترس. في ايه تاني؟ مثلا من ضمن الحاجات ان التغيرات في العمل، ومش شرط تكون تغيرات وحشة، يعني مثلا الترقية، البروموشن، ان شخص يترقى من 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 وظيفة لوظيفة بيجي معاها ستريس. ف زي ما بيجي معاها مرتب اعلى، زي ما بيجي معاها امتيازات اعلى، بيجي معاها ستريس اعلى.
فالزوجة اللي مش بتبقى مقدرة هذه الأحداث اللي بتحصل في حياة جوزها ما بتكونش سبب وعون ليه، وبتزود مشاكل الحياة. برضو في المقابل الزوج اللي ما بياخدش باله من الأحداث اللي بتمر بيها زوجته سواء بتشتغل أو ما بتشتغلش، برضو يعني يعني بيزود الاسترس والإجهاد العصبي والتوتر عليهم هما الاثنين. لقيت مثلا ان زواج الابن او الابنه كمان من الاحداث اللي اعتبروها بتزود قوي، اعتبروها من الاحداث اللي بتزود الاسترس في حياتنا. كمان الحياه الاجتماعيه كان من ضمن الحاجات ان يكون في تغيرات في الحياه الاجتماعيه كمان. لما بننتقل من مكان لمكان، لما بنفقد أصحابنا، لما مجموعة الأصحاب دي بيحصل فيها تغير أو خلل، ده برضو بيأثر جدا جدا على مستوى الإجهاد العصبي في حياتنا. فكل دي أحداث جسيمة كبيرة بتزود الإجهاد العصبي في حياتنا. النقطة هنا بقى ان احنا لما كمان نخلي الاحداث الصغيرة تأثر علينا، فاحنا كده عارفين زي بالظبط في خزان لطاقتنا قاعدين عمالين ناخد منه شوية صغيرة شوية صغيرة شوية صغيرة شوية صغيرة، الخزان قاعد عمال بيقل 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 لغاية اما بنيجي لنقطة ويجي حدث من الاحداث الجسيمة دي في حياتنا ونصدم ان احنا ما عندناش القدرة ولا الطاقة ولا القوة لمواجهة الاحداث الكبيرة. في برضو المقولة برضو بتنسب لسيدنا علي ان هو بيقولك، انا يعني مش فاكرة النص بالظبط، ان هو يعني لا يضير الجبل امامه ولكن يضير الحصى في نعله. الحصاية الصغيرة، الحاجة الصغيرة، الحجراية الصغيرة دي لما تبقى في الشوز بتاعنا واحنا ماشيين بتؤرقنا اكتر من ان يكون في جبل قدامنا. فدعوتي النهاردة ان احنا نشيل بقى شوية الحصى الصغير ده في حياتنا علشان نحافظ على قوتنا وطاقتنا لما يجي حدث كبير من احداث حياتنا. وده يمكن يخليني اربطه بفيديو او فيديوهين او ثلاثة يمكن عملتهم عن موضوع المرونة النفسية. انا وجدت ان احسن ناس بشتغل معاهم وبينتجوا وبنكون تيم حلو جدا جدا هم الناس اللي عندهم مرونة نفسية عالية. برضو احسن ناس بصاحبهم وبتكون صداقتنا كويسة برضو الناس اللي عندهم مرونة نفسية عالية. المرونة النفسية خاصية ربنا سبحانه وتعالى زرعها فينا واهدانا اياها، ان احنا نتعامل مع الاحداث الجسيمة ونرجع تاني للليفل اللي هو قبل ما يحصل هذا الحدث في حياتنا. المشكلة بقى زي تاني لما بقول لكم ان الاحداث الصغيرة لما بنخليها تؤرقنا وتأثر علينا بتستنفذ كل طاقتنا وقوتنا، فلما تيجي الاحداث الجسيمة بننكسر وبننهار وما بنرجعش تاني زي الاول. النهاردة امسكوا ورقة وقلم وابتدوا اكتبوا يعني الاحداث اللي بتعدي على مدار اليوم، وحاولوا كده تقيموا مستوى التوتر اللي انتوا حاسين بيه او الاجهاد العصبي اللي انتوا حاسين بيه. اعملوا من زيرو لغاية خمسة مثلا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ولما يحصل حاجة معينة فكروا كده يا ترى الليفل اللي انا حاسه في الاجهاد العصبي والاسترس والتوتر ايه؟ هل المكالمة اللي بيني وبين هذا الشخص مثلا زودت الإجهاد العصبي اللي أنا حاسس بيه مثلا ليفل 4؟ هل خناقة بيني وبين جوزي زودت الإجهاد العصبي والتوتر لليفل 5؟ هل مثلا اتكسرت الحنفية فحسيت بالتوتر بس زاد مثلا لدرجة 2؟ على مدار كذا يوم لما تتتبعوا الاحداث دي وتحاولوا ان انتوا تقيسوها وتقيموها، هتعرفوا ايه الاحداث الصغيرة اللي بيمتلئ بيها يومنا وبتاخد من طاقتنا في التعامل مع حياتنا.
وساعتها بقى نقدر نحط خطة ازاي ان احنا نقلل هذه الاحداث اللي ملهاش اي لازمة في حياتنا، وكمان ان احنا نغير نظرتنا لهذه الاحداث. فبقى بدل ما لو حاجة باظت، لو حاجة خربت، لو حاجة وقعت، بدل ما ليفل الاسترس بتاعي يطلع لأربعة والخمسة، كفاية عليه واحد واتنين، خلاص الحاجة اتكسرت، it's okay we will handle it، هنتعامل معاها، هنجيب حد يصلحها، هنعمل مش عارف ايه، هنغيرها. فما يبقاش حاجة بتعكنن وتاخد من طاقتنا النفسية لدرجة ان لما يحصل بقى فعلا حاجة مفاجأة في حياتنا او حاجة من الاحداث الجسيمة دي يكون عندنا الطاقة ان احنا نتعامل معها. معلومات تاني اكتر انا حطاها على حنان عواد كوتشنج الجروب على الفيسبوك، في معلومات اكتر، وطبعا في الوركشوبس او ورش العمل اللي انا عملتها على الموضوع ده برضو موجودة، هتلاقوها على قناتي على اليوتيوب، وبرضو هتلاقوها على الجروب على الفيسبوك. يسعدني ان انتوا تكونوا اعضاء في الجروب علشان الفايدة تعم، وكمان يا ريت تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وكمان فعلوا زر التنبيهات لان اكتشفت ان في ناس كتير من المشاركين في القناة مش مفعلين زر التنبيهات، فلما بتحصل لما بيحصل ان انا بحط فيديو جديد مش بيجيلهم تنويه من اليوتيوب يقول لهم ان في فيديو جديد. كمان انا فاتحة الدعوة ان انتوا تبعتولي اي اسئلة بتصادفكم، وان شاء الله هحاول اجاوب على الاسئلة دي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.